هل أسامة يغني لراغوت؟ شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو راح تكون مع نارين بيوتي. فزارت نارين مبارح وهي عم تختار سلاسل، علقت عليها انه هاي السلاسل بتجيب لها المال. نمر ايضا الى عيلة راغوت فهمي، فمبارح احتفلوا بعيد ميلاد روان وريان، وزار معاهم عيلة البيوتي وتحديدا سيدرا وشيرين. واللي لفت انظار الجمهور ظهور شيرين بيوتي بملابس محتشمة، مما خلى الجمهور يعلق انه اسامة بغار. نمر ايضا الى راغوت فهمي، فراغوت قامت بتنزيل مقطع كانت بتغني اغنية مروان خوري الأخيرة بعملك حارس بالليل، وعلقت راغوت على المقطع به كيف بدي عاملني، وعلق الجمهور على هذا المقطع إن أسامة سبق وقام بعمل ريبوست لهذه الأغنية تحديدا، والجمهور ربط مقطع راغوت بريبوست أسامة سابقا، وعلق عليه إن أسامة بيقصد راغوت. لكن من جهة أخرى علق محبين شيرين بيوتي وأسامة مروى إن أسامة كان بيقصد بالغنية شيرين. شو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟